ازيكم حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض مكرونة البشاميل بس محشية جمبري، حاجة كده جديدة. ده البشاميل، انا حطيت 5 معالق دقيق، وحطيت عليهم 5 معالق زبدة، وقعدت اقلبهم كده كويس لغاية ما ريحة الدقيق تطلع، وبعد كده هبدأ اسقيه. في الوقت ده انا كنت متبلة الجمبري، حطيت عليه ثوم وحطيت عليه كمون وفلفل اسمر وحبة كزبرة، وسبتهم ما حطيتش ليمون خالص عليهم، قلت احطه قبل ما اجي اسويه عشان خاطر ما يتهريش ويستوي مني، لان الجمبري ما بيستحملش. انا هنا بدأت حطيت حبة لبن وبدأت اقلب، وزودت لبن بالتدريج لغاية لما يعني الكتلة بتاعت دي كده دابت معايا خالص، وبقت كلها حاجة واحدة هي واللبن. بدأت بقى كل شوية قاعد اقلب، انا ما حطيتش بقى اي توابل خالص ولا ملح ولا اي حاجة، انا استكفيت بمرقة الدجاج دي بس. انا حطيت مكعبين مرقة دجاج، وهفضل اقلب كده لغاية لما هي تدوب مع البشاميل، وكمان يكون القوام بدأ يتقل معايا. هبدأ انزل بالكريمة اللباني، فانت لازم تبقى ايدك فيه باستمرار على طول عشان خاطر ما يكلكعش منك او يتلسع، خصوصا ان الحلل اللي استلس دي لو انت مش واخده بالك بتلسع الاكل، فلازم تبقى ايدك فيها على طول وواخده بالك من النار كويس قوي. انا كل ده عماله اقلب لغايه انا عملته بالتفاصيل معاكم، لان انا سلقت المكرونه، والمكرونه مش محتاجه ان انا اصورها وانا بسلقها، يعني احنا عملناها قبل كده مع بعض كتير، فعشان ما نضيعش وقت. وفي ناس كتيره بتبقى البشاميل هي مشكلتها، عشان كده انا ركزت فيه، يعني خليته هو اطول وقت. انا هقول لكم على حاجه، انا الدقيق عندي كان غامق، انا يعني جايلي دقيق من البلد، طبعا هي واحده جارتي بصراحه هي كان جايلها زياره فجابت لي شويه دقيق، فهو دي قمح كامل، فانا حبيت ان انا استعمله كده زي ما هو، يعني لانه احلى بكتير. انا هنا بقى بدات احط الكريمه اللباني وبدات اقلب، هو كان القوام خلاص كان تقيل معايا، بس انا زودت الكريمه اللباني عشان الطعم، وبرضك هسيبها لغايه لما يرجع تاني يتقل معايا. هنا بدا يربط بقى كله على بعضه وبدا يتقل، زي ما انتوا شايفين كده كده خلاص البشاميل عندي خلص. هطفي عليه بقى وهسيبه، وهبدا احمر في الجمبري. انا هنا بدات بقى اجيب حته زبده كده واسيحها عشان احمر فيها الجمبري. ده انا تبلته بثوم وفلفل وكمون وبتاع دوت، وفتحته كده زي الفراشه، وبدات اعمل شرط كده من على الجناب عشان ما يلفش معايا، بس لف بردك يعني. بدات بقى ارص كل الجمبري كده في الزبده ده كمان عشان ياخد طعم حلو قوي، وكانت ريحته حلوه قوي يعني بصراحه. هتسيبيه دقيقه على الوش ده ودقيقه على الوش التاني، ما تكتريش في التسويه فيه لان هو لسه هيكمل سواه في المكرونه، فانتي عشان بس ما يبقاش بيشد معاكي او هيبقى يعني لحمه قاسي كده مش هيبقى حلو يعني، فانتي عشان تفضلي محتفظه بالطعم الجمبري. طبعا انتي ممكن تستعملي الجمبري الصغير هيكون احسن بكتير، بس انا بصراحه ما كانش عندي الا غير اللي هو الجامبو ده، ففتحته كده على اساس ان انا هرصه بالطول، اكنه يعني اكنه بتفرش زي قطعه بانيه في المكرونه يعني. انا هنا بقيت اقلبه على طول، اللسعه دي ده من الثوم ما كانش مستحمل، فكان بيعمل على طول، عشان كده بقولك ما يعني ما تحطوش في التسويه كتير كمان عشان الثوم ما يحرقش ويديله مراره، فانت خلي بالك من الموضوع ده. طبعا الجمبري بقى الصغير لو حطيتيه هيبقى يعني ربع كيلو كده
وتحمريه وترصيه في الصينية كلها، هيبقى حلو قوي بصراحة. انا هنا حطيت حبة بشاميل على المكرونة، دي مكرونة مسلوقة، عشان اقلبها كويس قوي وتشرب من البشاميل. انا هنا هعمل الصينية طبقة واحدة بس مكرونة، مش هعملها طبقتين، يعني هتبقى خف واحلى يعني. ده الجمبري خلاص، وده الجمبري اهو بعد ما خلص. انا هنا بقى حطيت في الصينية البايركس حبة بشاميل، وهبدأ بقى احط المكرونة. كده اهو انا عملتها طبقة واحدة، هبدأ احط الجمبري كده. انا هبدأ احط واحدة بالعرض في اول الصينية، والباقي بقى بالطول، وهبدأ ارص تلاتات كده جنب بعض الجمبري. الحمد لله الكمية اللي انا كنت عاملاها كانت قضت يعني، هي جت كده بالبركة، ما كنتش حاسبه لها يعني. بس انا كان في جمبري تاني عاملاه، ده هحمره كده بالدقيق واحطه على وش الصينية بعد ما تخلص. فقلت لو ما قضاش كنت هحط تاني يعني من الجمبري، بس الجمبري التاني ما كانش مفتوح، كان مفتوح بس سنة صغيرة من الظهر، اللي هو على قد سلسلة اللي هي بتاعت الحبل الرملي ده، هو ده اللي انا شلته بس. ودي بقى شرايح جبنة شيدر مستوردة، طبعا هو الراجل مقطعها لي خفيف قوي، فلما ساحت يعني ما مسحتش اللي هي لدرجة عملت لي المطة دي، عملت مطة خفيفة كده يعني، ده تذكر يعني، عشان هو بس مقطعها خفيف قوي، مش عارفة ليه بيقطعوا الحاجة بتبقى خفيفة قوي كده، زي ما يكون يعني الواحد مش عاوز يقول كلمة كده، بس يعني مش مقطعها سمك تخينة. طبعا هو كان معبيهم كده جاهزين اطباق، فانا اخدت بقى وخلاص يعني. انا هنا حطيت طبقه المكرونه وعليها طبقه الجمبري وطبقه البشاميل، طبقه قصه الجبنه، وبعد كده طبقه البشاميل، وبعد كده الطبقه التاني جبنه رومي مبشوره، عشان تديها بردك لون كده وريحه حلوه. دي المكرونه بعد ما طلعت، بدات بقى اقطعها، وده الجمبري اللي انا حمرته عشان احطه كده مع على وش الصينيه. هبدا بقى اطلع قطع، طبعا هي سخنه قوي، انا استنيتها بس شويه تهدى كده، بس برده كانت لسه سخنه يعني، عشان احنا ما بنعرفش ناكل بشاميل الا غير هو سخن. دي القطعه بعد ما طلعت، عايزه اقول لكم كان جوسي كده، والجمبري وطعم الجبن بصراحة كانت فيها حلوة قوي. ده كده انا بطلع، طبعا هي عشان بس مش لسه سخنة، فمش ماسكة نفسها قوي، بس احنا بصراحة برضك بنحبها كده يعني، انا ما بحبهاش اللي هي بتبقى ناشفة كده او ماسكة نفسها. بص هنا يعني مش باينة المطة بتاعت الجبنة، بس يعني كانت مديها طعم حلو، وكانت مديها شكل حلو بردك. ده الجمبري انا حطيته كده، حطيت لكل واحد كده كم جمبرية يعني، بس عشان لو اكل مكرونة يعني وما فيهاش جمبري يبقى يقطم يعني من الجمبري ده ياكل منه. وده كانت طريقتنا النهاردة، يارب تكون عجبتكم، وانا ما شفتش بصراحه حد عملها، هي يعني فكرتي يعني. عايزه اقول لكم والله العظيم طعمها حلو جدا، انا قلت هدوق يعني كده مره بس لقيت طعمها حلو، ما قدرتش امسك نفسي فقعدت اكمل، بس طعمها هيعجبكم قوي. ما تنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان اوصلكم كل جديد، وهتلاقوا المقادير في صندوق الوصف. واشوفكم على خير، ويا رب يكون عجبكم، ويعني هنقعد نجدد كده في حاجات ونعمل طرق جديده يعني في الاكل، عشان خاطر انا لما بفتح اليوتيوب بلاقي الاكله 100 حد عاملها، فاحنا نحاول ما نجدد كده مع بعض، وان شاء الله هتكون حلوه، والحاجه مش هتطلع حلوه هقول.